مع سعدون حماد كان له تصريح، سأل مراسلنا قال ليش سموك بالحوت؟ شوف الإجابة. أبو حماد اسمح لي بهالسؤال، من اللي النائب اللي يسمونه الحوت؟ ما أتكلم عن نفسي، لكن هذه ما أتكلم عن نفسك، يعني أنت النائب اللي يسمونك الحوت يعني؟ هذه أطلقوها طبعاً في أحد الانتخابات طبعاً. ليش أطلقوها؟ كان لها سبب طبعاً. شنو السبب لو سمحت؟ إي فهذا كان لها سبب. في أحد الانتخابات طبعاً لما نزل الانتخابات طبعاً وقتها كان صوتين. إي نعم. كل أربع صوت. نعم. كان صوتين في أحد الصناديق الانتخابات، كان اللي صوت 545. أنا أخذتها في الصندوق 501 كنت أطلع مع كل مرشح، فأطلعوا كلمة الحوت كنا يطلع مع كل مرشح. هذا سالفة التسمية، مو عشان مثلا كل معاملة أنت تخلصها ولا شيء تقدر على هذا ما شاء الله. لا بالنسبة للمعاملات الناخبين أنت إحنا ماشي الحمد لله فاتحين لهم مكتب 24 ساعة حاليا لخدمتهم، وما زلنا متواصلين معاهم على مدار الساعة. اليوم وكيل وزارة